دجاج التكة مسالة، بدنا للدجاج أول إشي كيلو من صدورة الدجاج، بدنا علبة لبن صغيرة، بدنا ربع كوب من عصير الليمون، بدنا ثوم مفروم، بدنا معلقة زنجبيل وفلفل أحمر حار، بالإضافة للكمون والفلفل والملح. أما المسالة فبدنا ربع كوب زيت، بصل وثوم، وبدنا زنجبيل، وبعدين بنحتاج كمان لبندورة بيتية من الصلصة، وبدنا كمان كركم، كمون، والجرم مسالة رح نحكي لكم عنه هلا أكتر خلال الحلقة، بابريكا مدخنة، وربع كوب من جوز الهند. صح لساني كشف. جوز هند ولا حليب جوز هند؟ حليب جوز هند أكيد، بس غلط بالطباعة. نعم. من طرفي أنا ببعضهم، فإذا حليب جوز هند. الدجاج طبعا هو دجاج الطاحونة، أكيد الصحة مضمونة، دجاج مغذى نباتيا، وكمان لهم أكثر من 75 فرع في عمان وفي الأردن، بسحبوا بقطعوا وكله مجاني. تمام، فأنت مقطعه لمكعبات. نعم. مش هيك شف؟ 100%. كل بهاراتنا الموجودة هون أكيد من الضياء كمان، وراح نستخدم اليوم من منتجات طيبة. طبعا طيبة اليوم معانا في هاي الوصفة، طيبة إحدى شركات المراعي. نعم. تصنع من الحليب الطازج الصافي يوميا، لا تمسوه الأيدي، الطعم اللي منحبه، وكمان هاي المراعي معانا اليوم. يس أكيد، منور، الله يسعدك. طيب شف، احكي لنا قديش بتفرق لما بتنقع الدجاج أو بتستخدم اللبن في الدجاج؟ كثير طبعا، من ناحية الطراوة ومن ناحية الطعم. أهم شيء أنا بالنسبة لي الطراوة كثير مهمة بالدجاج، لأنه بتعرف البي اتش تبع اللبن كويس فعليا. بالتالي بيحاول أنه يخلي الدجاج يستوي بأسرع، الأنسجة بتتفكك وتحسها. طيب راح أبدأ أول شيء بالمسالة. خلينا نبدأ. عندي بصل هون جوانح. بسم الله الرحمن الرحيم. بنضيف زيت، شوفوا لي هالمقلاة الرهيبة، هاي بصلاتنا. من وين المقلاة يا شيف؟ عابدين هوم سنتر. كل عابدين هوم سنتر يا شيف. إذا نبدأ أول شيء في تجهيز البصل، والآن أنا بدي أعمل خلطة يلا الدجاج. أوكي روان، إليك على الهندي؟ بحبه طبعا. مايس بتحبوا الاكل الهندي؟ طبعاً. بس قبل هيك شيف، تعرفي انا في شغله، قولي. انا هون عامل رز، رز محمود المبخر، وطبعا يعني هذا الرز ابو كيس اخضر. ايوه، راح اضيف له شويه من بودره الزعفران، موجوده كمان عند الضياء، حتى تلونه شوي، شويه صغيره مش كثير، ريحته والله بتشهي. خلينا نبلش الان في تجهيز الدجاج. نعم، حكينا دجاج الطاحونه، اكيد عصير الليمون هون حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا عم نعمل نقيع للدجاج. بالضبط، عندي من هالكركم. تمام، عندي شطه حاره. الله، بدها 911 شيف ديما. هاي ما هو 911. ناكل مساله، بدنا ناكل يعني مساله. مزبوط. بالضبط يعني. عندي خليط من الزنجبيل. نعم، والثوم، بهار جرام مساله. نعم، شويه صغير هيك، وبرضه موجودين عند الضياء مش هيك شيف؟ 100% كلهم. كمون، واخيرا وليس اخرا، ضي شغلتين، لبن طيبه. لبن طيبه المميز. بسم الله. غمضت النار عليه. تعرف هيك خدعنا يا شيف، التهينا. هذا خدعنا يا شيف ديما، خدعنا الغاز. انا بالنسبه لي كل شيء جديد. طعم صح. طب منيح اللي جيتي هيك، اسمعي تمهيد بقى عشان حلقات عن جد، عشان ما اتفاجئ. فما تتفاجئي بشيء. ملعقه لبن من طيبه. طيب قايل لنا عن شوي من الزيت، زيت زيتون. نحكي هيك معلومه سريعه عن بهارات الجارم مسالة شيف. يلا. هي طبعا هنديه، وهي تختلف بمقاطعات الهند، شمالها عن جنوبها عن شرقها. صحيح. عن يعني غربها، كل مقاطعه بتشتهر بالخلطه الخاصه من الجارم مسالة، ولكن اساسها واحد اللي هو كمون، كزبره، كبش قرنفل. فاللي ما عندهم هاي الخلطه بيقدروا يعملوها بالبيت بشويه بهارات. مش هيك طبعا، ممكن بالمكونات يعني، بمقدار المكونات قد ايه؟ هلا في اشياء طبعا، في وصفه طبعا، في وصفه شيف. مثلا الشطه والاشياء الحره بدك تكون عاليه. الهال هذا لازم يكون، الزنجبيل بده يكون عالي. في شغلات بتمرمر مثل جوز الطيب او كبش قرنفل، نقلل الكميه، نقللهم بس هاي. وبعدين ممكن يكون 7 و9 و11 نوع بهار. 100%. طيب بعد ما ننقعه، طبعا يستحسن ينتقع. انا شوف دائما بسوي هاي النقعات قبل بيوم، أكيد بحبش أعملها بنفس اليوم. طبعا. فأنا هون بس يعني بقول ساعتين منيح. إذا مستعجلين ساعتين. شوفوا اللون محلى، طلعوا بجنن، بنشكوا بسياخ. وأنا زيك بحب حجم الدجاج يكون شوي كبير بالسكيورز. طبعا مشان يضل كمان جوسي من جوا. على طول بنضيف الآن يلا زنجبيل، والثوم بقوة بنزلوا هون. أهم شيء خلص هيك الريحة هندي. بلها مسالة، بصل، ثوم، زنجبيل، فلفل أحمر حار، فلفل حار، يا عيني، الكركم،
طلعوا مع احلى هالالوان. آه آه. يا سلام. الكمون الاساس ده اجت خلص. ايوه. وكمان عندنا من الجرام مسالة شيف هيك الروايح. صار عندنا اساس لي المسالة. كيف الروايح شيف؟ يا شيف دوختنا دوختنا شيف نضال. دائما البيت اللي بيكون معمول هندي من باب الدرج بيكون معروف انه طبخين هندي، مش طبيعي. لتاني يوم بضله لتاني يوم. طيب صلصة البندورة. هلا هي صلصة بندورة عادية يا شيف. ايوه. وعندنا كمان حليب جوز الهند جاهز. يس. حتى نخفف فيه. صح. هنقدمه جنب الرز وجنب الدجاج، طبق هندي لعشاق. حطي شيف، حطي. حط. لا تكري. اوكي، اذا حطينا صلصه البندوره، هلا رح ننزل حليب جوز الهند. يا عيني عليك يا شيف. وطبعا حليب جوز الهند موجود على شكل معلبات، في حال ما لقيته برضه في كريمه جوز الهند. يعني عليكي 100%. فبتقدر تستخدموا يا اما الحليب يا اما الكريمه. الكريمه طبعا شوي او شيف حتى بتعرفي حطوا لك شويه جوز الهند بخلاط مقطوع مع شويه مي، بعدين صفوه بشاشه بطلع شويه كريمه بعدين. والله تحت شعار دبر حالك. دبر حالك، دبر حالك طبعا. صح شيف، الحاجه ام الاختراع. 100%. شيف رح اشيل لك هدول، ما بدك اياهم. شكرا يا شيف. خلينا نطلع. طبعا اليوم الدجاج خابزه او شوي بفرن البا الايطالي من مجموعه الدادا جروب، واليوم في عندهم كمان فرامه الملوخيه، راح افرم عليها ملوخيه. ييم احلاها. وتشوفوا الملوخيه، شوفوا هالجاجات. يا سلام ريحه الريحه.